مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج ست الدار، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. ست الدار اللي معانا النهارده نموذج مختلف، نموذج لست دار مصريه ريفيه ما تعرفش الياس، ما تعرفش المستحيل، ما تعرفش الفقر، كمان ما تعرفش الحزن من لحظه ما قابلناها والابتسامه ما بتفرقش وشها، كمان محبوبه جدا 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 في بلدها. من داخل محافظه الشرقيه وتحديدا من قريه الديدمون معانا النهارده الحاجه امال. تعالوا نشوف حكايتها معانا. أمال نموذج مختلف من ست الدار المصرية، من قرية الديدمون محافظة الشرقية معانا أمال، نموذج لا يعرف اليأس، لا يعرف الفقر، لا يعرف المستحيل، نموذج لست الدار المكافحة. بدأت هي وجوزها من ولا حاجة وبقت كل حاجة، بدأت بوزة وبطة وبقت صاحبة أكبر ثروة داجنة في الديدمون، بدأت مشروع بسيط قوي، وزة جت لها هدية وعملت بيها مشروع كبير وبقت صاحبة أكبر ثروة، بتبيع دلوقتي وز وبط بالألفات. ما عرفتش يعني إيه فقر، ما استسلمتش، فقدت ثلاثة من ولادها وبرضو كملت مشوارها. ست دار تبص في وشها، السعادة ما بتفرقوش، الابتسامة ما بتفرقش وشها برغم كل الأحزان اللي مرت بيها. نموذج للرضا، للفناء، للعطاء، للحب، للتفاني. واحنا قاعدين مع الحاجة أمال عايزينها تاخدنا في رحلة تبتدي من أول حكايتها. حاجة أمال في البداية خالص عايز أعرف، أنت من نفس القرية، من هنا من قرية الديدمون؟ اتولدتي هنا؟ مولودة في الديدمون. واتعلمتي ولا ما تعلمتيش؟ لا مش متعلم. اتجوزتي عندك كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. كان جارك ولا جواز ولا قريبك؟ لا قريب، ابن عم أبوي. ابن عم والد حضرتك. قولي لي بقى، احكي لي اتجوزته ازاي؟ كان لي جد اسمه الحاج عطية الله يرحمه، فقال لأبوي أنا عايز بنتك لابن أخوي، فيجي بابا جربه الفتحة وجاب لي شبكة وكده وقعدنا شهر مخطوبين وبعد كده اتجوزنا. اتجوزتوا. احنا واحنا قبل الحلقه قلتي لي ان انت قعدتي فتره الاول بدون انجاب. لا انا قعدت شهرين بس وربنا كرمني بحمل. شهرين وربنا رزقك بالحمل. بس كملت وربنا مش في نصيب، ولدت والطفله ماتت. بقدام لله. ثلاث مرات كده يعني. قعدتي ثلاث مرات ورا بعض؟ ثلاث مرات احمل واولد والعيل يموت وهو بتولد ولا بعد الولادة؟ بعد واحدة حادث ولادة، واحدة قاعدة شهرين ديتها تطعيم في الوحدة الصحية، في جت ماتت تاني يوم. أول خلفة ليا ديتها تطعيم الشهرين كان، وجت ماتت تاني يوم على طول، والتانيين بقى حادث ولادة. أولد واجي البيت عند الدكتور، ومشي عند الدكتور شهر بشهر ومش في نصيب، واجي لقى العيلة ميت. هم اكيد هيكونوا ليكي في الجنه، الثلاث بنات هيستنوكي في الجنه انت وباباهم، وربنا يعوضك خير يا رب. والحمد لله الجواز، وربنا رزقني بلبنى ومحمد، محمد في ثانيه زراعه ولبنى رايحة اولى اعدادي، والحمد لله على كده يعني. الحمد لله، رضا الحمد لله. اللهم صل على النبي. احنا اتجوزنا وربنا رضانا برضو بالثلاث عيال اللي قالت عليهم، والولية معايا برضو. اللهم صل على النبي. بتربي طير، بعيني بحوالى 12,000 جنيه طير، وعلمت اخواتي معايا 5 وجوزتهم، واخدين كليات وعلام عالي. واللهم صل على النبي. احنا زارعين ومبسوطين برضو، وحدانا ذرة وحدانا رز، ورابطين 4 جاموسات بنعمل منهم خير والحمد لله. حاجة أمال أنا عايزاكي بقى تبتدي تحكي لي قصة كفاحك كست دار. أنا عارفة إن أنت جوزك مسؤول عنك وعن الأولاد وعن إخواته البنات. جوزي في الغطاء، ربنا جوزي دي وحيد على 5 بنات. ما شاء الله. وكنت متجوزة هم صغار، أكبر واحدة كانت جد كده.
وكلهم صغار، علمناهم تعليم مؤهلات عالية، وما قدر اشتغل معاه في الغيط ونحصل ونخبز عيش في الفرن ومكافأة ونحلب بهاي وكده. يعني انت من اول ما اتجوزتي وانت شغالة معاه ايدك بايده؟ ايدي بايده، ايدي بايده، كتف الكتف على طول، قصيدة، اتسرح على البهايم، حشيش للبهايم، شغل في الغيط وفي البيت كله يعني، الحمد لله. اظن لما يكون جوزك مسؤول عن بنات اخواته دي حاجة بتخليه كبير قوي في نظرك وبتحسسك، وطبعا هو راجل جدا. حنون فيهم والله يا أم، ربنا يخليه لهم يا رب. الحمد لله كلهم بدعوا له والله. انا من ساعة ما دخلت برضو اخواته البنات قابلوني وقالوا لي كتير قوي عنه، كلموني عنه كتير. ده فرحك ولا خلاكي خايفه؟ لا انا فرحانه بصراحه ان هم بيحبوني، انا فرحانه، وان لو عييت بيجوا كلهم ليا والله. لا انا بتكلم على بدايه حياتك معاه، ما حسيتيش ان في مسؤوليه كبيره في رقبته وان ده هياثر عليكي او على بيتك؟ لا اعتبرهم زي اخواتي، مش في فرق يعني. احنا جربوا زي اخواتي، علمتهم وكافحت معاهم وعلمناهم وجوزناهم وجهزناهم احلى جهاز والله، والحمد لله يعني مستوره وكده. سنية أخت عوض مرات اللي واخد أمال، أمال دخل علينا واني في تاني إعدادي، ربتنا وسعادتنا مع أمي ومع أبويا الله يرحمهم، موصلتنا إحنا الخمس بنات لشهادات عالية. أنا حاسة على صنصة ده بلغة عربية ومعايا تربوي ومدرسة ابتدائي، وهي أصلا من يوم ما إجت بيتنا وهي عم زي أختنا بالظبط، اليوم اللي معايا مش معاها بند مع بعضينا، باكل معاها وبشرب معاها زي أختي وأغلى من أختي. هي معانا يعني بنعملها معاملة ربنا اللي يعلم يعني، بنشتغل مع بعضينا، بنروح نجمع مع بعض، بنقشر قدرة مع بعض، بننام على الرز مع بعض أيام الإراد، وهي موالية مكافحة يعني، هي في السوق بتبيع طير بتشتري، بنشتغل مع بعض، حدها طير بتبيع وحدها قشطة بتبيعها، لبن بتبيعها، المهم يعني مش محسسة جوزها اللي هو يعني مش موظف، مش حساساته اللي قلت الفلوس معايا، على طول كانت قدامنا على طول يعني. أنا اسمونا عبد المنعم علي مرسي، واخدة معهد فن تجاري، وأخت عوض تبقى مراته أمال، مرت أخويا يعني، كنا بنعتبرها أخت إنا كبيرة يعني، يعني كانت متجوزة دخل علينا وإحنا صغار لسه في مراحل صغيرة يعني، فاعتبرناها زي أختنا الكبيرة، و والحمد لله يعني تعب مع ابويا في تربيتنا وكان بيكافح معايا يعني، الحمد لله لما وصلنا في المراتب ديت علمنا وجوزنا والحمد لله يعني. انا عارفه ان انت نموذج للست اللي ما تعرفش الياس، نموذج لست الدار اللي ما تعرفش يعني ايه فقر ولا يعني ايه استسلام ولا يعني ايه ياس. انا عايزاكي تحكي لي ابتديتي ازاي مشروعك بالنسبه للبط والوز. البط والوز اول ما بديت كان عندي وزه واحده. بديتي مشروعك بوزه واحده. وزه واحده ما شاء الله، فربنا كرمني وباضت 10 ما شاء الله، وطلعتهم ال10، ربيت منهم بقى، كسرت منهم وز تاني 4 وذكر وبيبيضوا بقى في السنه 3 بطن، كل بطن 15 وز ما شاء الله، وبيطلعوا الحمد لله وبربيه ما شاء الله. يعني انت ابتديتي بوزه واحدة. ودلوقتي انت ما شاء الله عندك مشروع، عندي خمس نت بيبيضوا وذكر معاهم، وعندي خمس نت بط برضه وبيبيضوا، بطه بتبيض 15 19 بيضه وبتطلعهم الحمد لله، وعندي حمام وعندي وز وعندي بطون. يعني انت ابتديتي فراخ ابتديتي مشروع ثروه داجنه بحاجه بسيطه خالص، وزه وبط وزه وبط ودلوقتي ما شاء الله عندي وزه واحده وزه واحده وبطه والله، والحمد لله ربنا كرمني فيهم، وارسلها وتبيض وتنام وتبيض وتطلع البيض واربيه،
واكسر منه وربي منه واكسر منه وربي وكده يعني. وابيع ببيع يعني الوزة ب 100 جنيه ما شاء الله. وذكر البط بربي وبيعه برضه بط بلدي حلو كبير اللي ذكر ب 100 جنيه ما شاء الله. واجيب لهم واكل واجيب للبهم واكل واصرف على البيت وعلى الغيط. لا انا عايزه اقف هنا بقى وعايزاكي تحكي لي تفاصيل الموضوع، ازاي ابتديتي مشروع بوزه وبطه وبقيتي من اكتر الناس اللي بتسوق الوز والبط في البلد وبقى عندك ثروه داجنه. انا عايزه يعني عايزه كل ست ضرب تتفرج علينا تعرف ان انت ابتديتي باقل حاجه ودلوقتي ما شاء الله ربنا كرمك فيه. وزه من عند الباشمهندس عم الحاج عاطف يعني كانت جايه لك هديه كمان. فبعت لي وسين وذكر فطلعوا ذكرين وطلعت انتين. ذبحت الذكر وخليت الوزه والانتين الذكر والانتين. فربنا كرمني بقى الوزه دي بيضت اول ما بيضت 10 وطلعت العشر بيضات 10 وزين ما شاء الله. ربيتهم انا ورجعت تاني بيضت تاني 15 وربيته. فصارت بقى بقيت اللي يكبر اكثر منه اخليه يبيض وربي ويبيض ويطلع وابيع وكده يعني. طيب بس معروف ان الوز والبط بياكل كتير. بياكل ما انا ببيع بقى من نفس الطير واجيب له وابيع. يعني انت بتبيعي وتدخلي الفلوس في أجيب له الاكل. اجيب له علف بيدي خلطه رده لشيشه عاديه. طب مش يعني اكتر حاجه صعبه في الفلوس او انها تجيب فلوس الحاجه اللي فيها روح لانها بتبقى بايد ربنا سبحانه وتعالى، مش زي الحاجه العاديه يعني مش تجاره عاديه بضاعه وبتتباع، دي حاجه فيها روح. دي حاجه فيها روح صح. واكيد ربنا بيكرمك فيها وبيكرم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب لو في دلوقتي ست فلاحه بسيطه بتتفرج علينا تنصحيها تعمل نفس الموضوع ولا تنصحيها بمشروع تاني؟ لا انصحها تعمل نفس الموضوع. رب وزه وربنا يعشاها منها وربنا تفتح البيت يعني. ربيها وتطلع وتربي وتبيض تاني وتطلع وكده يعني. امال عايزاكي شويه تكلميني عن ولادك. عن ولادي؟ قلتي لي عندك لبنى؟ عندي لبنى. سنه كام؟ راح اقول اعدادي. ما شاء الله. لسه راح اقول السنه. ان شاء الله. ومين كمان؟ بس محمد فولا راح تاني زراعه ان شاء الله. تانية ثانوي زراعه ولا؟ زراعه لا دبلوم. دبلوم زراعه؟ دبلوم زراعه. ربنا يوفقه يا رب. عشان اشتغل مع ابوه ما ذكرش، كان هو حلو مناسبه ومجموعه حلو وفي ثالثه اعدادي فراح الغيط وما ذكرش يعني جاب مجموعه يعني دخلوا ثانوي ولا دخلوا زي عمته علام عائلي كده. عمته كلهم بسم الله ما شاء الله متعلمين تعليم مؤهلات عليا كلها. ما شاء الله. خمس بنات ومتعلمين تعليم عائلي كلها مؤهلات عليا. ما شاء الله. طب هو ليه ما فكرش يتعلم تعليم عالي او انت ليه ما دخلتيهوش سنه؟ لا اشتغل معانا في الغربيه. نقول له تعالى اشتغل معانا وما جايش. مره راح لدروسه مش جانا المغرب زعقني له احنا برضه. ساعتين عشان راح الدرس ما جاش الا المغرب. عشان احنا عايزينه معانا. ربنا يخليه لك، هو سندك وسند بابا وربنا يخليه لك. الحمد لله الحمد لله. طب انت الابتسامه يا امال ما بتفرقش وشك، بس ده مش معناه ان انت سعيده، ممكن يكون مر بيكي حاجات كتير حزين. الحمد لله. اصعب موقف مر عليكي؟ بس موقف مرت عليه متعيل متعيل بصراحة. حزنت حزن الحمد لله ولا بعد ولا بعد. ده لو مش متعيل يدل كان زمن الواحد أحسن من كده كتير والله. ثلاثة عيال الحمد لله. ثلاثة ورا بعض. وأروح عند الدكتور شهر بشهر وأخد علاج وأنام على ظهر أربع شهور. والحمد لله يجي العيلة تموت كده الواحد بقى يزعل الجو يتأثر. ما نقدرش نقول غير إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الحمد لله. ربنا خلينا لبنى ومحمد رضا. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك الحمد لله الحمد لله. قولي لي أمل والدتك موجودة؟ والدتي موجودة. ووالدك؟ ووالدي بيساعدوكي في حاجة ولا أنت منفصلة تماما عنهم؟ لا هم ابني عيه وأنا عيه بيجولي كده بيودونا ودتنا يعني مجرد زيارات اجتماعية عادية مش لكن مش مساعدة معيشية. لا طيب نتكلم شوية بقى عن إخوات زوجك. انا شايفه ان انت بتتعاملي معاهم كاختهم الكبيره ومرات اخوهم. ده بيقولوا اختنا الكبيره مش حاسين ولا امهم ماتت قالوا ده امنا واختنا واحنا جينا البيت فتحنا علينا على امان دي. يعني هم عايشين معاكي هنا في نفس البيت؟ عايشين كانوا كلهم الخمسه بس اتجوزناهم دلوقتي. ما شاء الله. اتجوزناهم الخمسه الحمد لله. ما شاء الله. ربنا يقويكي وتقدري تجوزي ولادك كمان. يا رب يخليك. يا رب. طب كانوا بيساعدوكي وهم معاكي في البيت؟ هم كانوا بيروحوا كليات و ثانوية عامة ودروسة مش كانوا يعني من مذكرة للدرس للمدرسة كده يعني. أنا بقيت أسخن وأجيب لها اللي تيجي أحط لها الصينية وأشيل من جرام مثلا أعمل لها الشاي أغلي لها اللبن وأجيب لها أسوي لها البيض وبقيت أحط الصينية لهم وأشيل والله العظيم. طب ده ما كانش بيضايقك أو بيأثر عليك أو من جواكي ما كنتيش بتحسي إن أنت؟ أنا كنت بحبهم والله. أنا بحبهم صراحة أنا بحبهم. ربنا يخليكي لهم.
يعني انت كنت بتعملي ده وانت فرحانه بيه؟ اه وانا فرحانه بيه ومبسوطه بيه والله. طب ولما جم يتجوزوا كنت حاسه بايه؟ زعلت. البيت فضى عليكي بعد؟ زعلنا والله، زعلنا عليهم، بس ربنا يسعدهم ويخلي لهم عيالهم ويخلي لهم جزينهم حلوين. الحمد لله مبسوطين في عيشتهم. الحمد لله. من مرت اخويا جايه هجربتنا بنت ابن عمه من العيل دخل. انا كنت في رابعه ابتدائي واحنا الحمد لله خمس بنات وعلمتنا مع امي وابويا وكفحت معانا وكنا بنزرع مع بعض ونحصد ونشتغل والحمد لله. احنا الخمس بنات اتجوزنا، الصغيره تربيه رياضيه والكبيره كلهم موظفين متعاملين الحمد لله. امل مش كانت مرت اخويا، امل كانت امنا، ربتنا وعلمتنا. ومامنا ماتت مش حسينا بيتم الام، عملت لنا اللي كانت امنا بتعمله بالظبط، وعوض كذلك برضه نفس الجسم. وعوض كذلك، هو مش اخ، هو اب واخ وكل حاجه في حياتنا. ربتنا وعلمتنا، والحنيه بتاعت امنا ادتنا وادتها لعيالنا، وبندخل البيت كانها امنا، مش حسستنا انها مرت اخو في يوم من الايام يعني. بتنصحي كل واحدة فيهم بإيه؟ أكيد ممكن يحصل مشكلة بينها وبين جوزها زي أي بيت وبترجع لك تاني. أقول لها خليكي في بيتك، الواحدة مش لها تطلع من البيت، الواحدة مش لها لبيتها وجوزها وعيالها. مهما تحصل الظروف بيت الواحدة أبجلها، أبجلها من بيت أمها وأبوها وأخوها وكل حاجة. طب قولي لي أمال، لما اتوفى عندك الثلاث أولاد في الثلاث بنات في الأول، أكيد في ناس كتير في الريف المصري نصحوا جوزك إن هو يتجوز وإن أنت ما بيعيشلكيش عيال زي أي حد. هو ما فكرش يتجوز؟ لا والله ما فكر يتجوز. بس في حد نصحه النصيحة دي؟ ناس كثيرة قالوا. أمي بقى تقول هو أمه كان عيلها بموت يعني اتحمت يعني في أول خلفتها، بقى عيلها تموت في الأول كده زي عمت. فأمي قالت مش تزعلي يا بنت، ده أمه كانت كده، وده دي حاجة بتاعت ربنا يا أمه يا ورثة، والله دي حاجة بتاعت ربنا. ما هو جايب والدة وجايب البيت على دراعين، أمي تقول هات أشيلها يقول لا أمكوش على كده والله. اخته تقول اشوفها يعوض، حماتي تقول هات البيت يا ابني ما نشوف، مكوش عليها في حجره كده. فعمتي متجوزه ريحي كده، احد انا واحد ببيع عيش وطعميه الصبح بيجي يصف، فدريت بتقول لي انت ولدت يا بنتي الكل، مش تقولي لي اجي معاكي. قلت والله يا عم ولدت في الليل بس شوفي لي البيت دي كده. خدناه وانا وامتى ريحي، وبعدين بصت في البيت قالت يا لهوي يا امال ده بنتي ميته. اه والله على طول كده، زي ما يكون انت جبت السكينه وجزيتها في قلبي كده. زعلت وانا لسه جايه، ده مش كملنا ساعتين جوا القران الفجر بكره من عند الدكتور والله. ليه دور البيت بقى صرف وحريقه والحمد لله. الحمد لله. طب والولادة الثانيه؟ والحمد لله ربنا رضينا يا ست، والحمد لله واحنا مبسوطين والحمد لله. هو تكفي الدنيا كلها، الناس بتحبنا وبتحب جوزي وحلوين بقى، ومحدش بيقول علينا. البلد كلها بتحبكم، البنات وجيراني والله، وكل اسالي الحته دي كلها محدش بيقول امل شيء. طب في حملك الثاني امال، كنت خايفه وانت حامل تعرفي الناس انك حامل؟ لا عادي، بقيت احمل عادي واروح للدكتور عادي والله، برضه ما فيش مشكله. وولدتي وجيتي وعاشت عاشت شهرين، ومولد ميلاد طبيعي عادي عند الدكتور، ميلاد طبيعي. الولاده الثانيه عاشت شهرين لغايه عاشت شهرين. اه رحت لحقوق التطعيم، يبقى اجت روح وديتها لدكتور، بقى تصوت كده وجسمها ازرق وتعيط، نازله تعيط. فادانا علاج لها، اجى المغرب كنا بنخبز، حماتي كانت بتخبز وانا بجرس عليها، وعوض شيء للبيت. اجى قال تعالى شوف البيت يما، قال ده البيت ماتت، سيبنا العجين وقمنا والله. لا اله الا الله، بنشيلها على كتفه والله، بنشيلها واحنا بنخبز. لا اله الا الله. والثالثه بقى ولدتها وجيت من عند الدكتور، شفطها مني بين شفاط ربنا. يعلم بي الله يحنن عليه. كان قال ودوها للحضانه، ودوها اي مستشفى. فولدت وقال جمعتنا قالوا يلا عشان نروح الحته سقعه هنا، وجابت ثانيه عربيه اخد جوزي وجينا في العربيه، وعوض شايل البيت في حد. يا ابني هات البيت، يقول لهم هاتوا البيت نشوفها. كل اللي في البيت مش راضي يسيبها من حجره يعني لحد. لما جت عمتي ديت بقول لها شوفوا البيت دي يا عمه كده نايمه، قام قالت لي البيت دي ميته يعني. نفس النظام يعني. انت اتوجعتي ثلاث مرات ورا بعض الحمد لله، وسقطت مرتين ولا ثلاثه. لا اله الا الله.
لا بقى شغلنا كتير واشتغل في الغيط واجي اسقط اجمع احصد. كانت تسقط من 14 عمل عملية تفريغ وكده. الحمد لله. يعني الواحد مر بظروف الحمد لله ربنا خلينا العاملين الوضع محمد ولبنى. ربنا يخلي لك محمد ولبنى ويعوضك فيهم خير يا رب. يا رب. وتشوفي خلفهم ويملوا عليك البيت ويعوضك باخوات عوض. حلوين وولادهم يملوا عليك البيت. حلوين والله كلهم ولا بيسيبونا هنا والله. كلهم بيجوا لنا بصراحه ولا اي حاجه. بناكل سوا يعني اللي واخد متجوزه ريحنا طول الشهر رمضان نفطر سوا انا وهي. اقول لها مش تطبخ تعالى نطبخ هنفطر سوا. هي طبخة تجيب الطبخ وتقول مش تطبخ يا امل احنا هنفطر معاكم. حلوين في بعض جو والله. الحمد لله. والحمد لله والله جاب لهم كلوا البلح يا ابله. والله جاب لهم فطره بس ب 1200 جنيه. ما شاء الله ربنا يعوضك خير يا رب. وكده جايب كيلو البلح ب 25 جنيه. والله ابويا جاب حق بس مش جاب زي اللي انا جايبه. طب يعني انت باباكي جايب لك. بس انا جايبه احسن برضه، جايبه الاحسن. ما هو الاحسن بيجيب الاحسن. والله جايبه الاحسن والاغلى والانظف الحمد لله. طب قولي لي يا امال انت وعملت لهم كعك العيد كلهم الخمس بنات هنا بسوا وعمل لكل واحده يوم معايا هنا. تعمل لهم كحك وتديهم في العيد. والله عملت لهم هم هنا الخمس بنات. عجنوا وعملوا وسووا في الفرن العرش بره. طب قولي لي بقى يا امال ايه الحاجه اللي انت كان نفسك تحققيها وما حققتيهاش؟ كان عندي ربنا كان يرزقني بولدين كده يعني ابو حلوين. الحمد لله ربنا خلينا محمد. ربنا يخلي لك محمد ولد زي 10. المهم ربنا يبارك فيه ويهدي للطريق المستقيم يا رب. الحمد لله. طيب ايه الحاجه اللي كنت متخيله انها مش ممكن تتحقق وربنا حققها لك؟ ربنا حققها لنا يا ستي. ربنا كنا زارعين في عزبه ملاشين عند واحد اسمه الحاج كيم. نبقى نجمع الفجر الظهر على الدروس نشيل وننول الدروس. الدراسه بتيجي تدرس مش خلي ولا نفر يجي الغيط. احنا اللي نشيل وننول الدروس انا واخواتي ونسوان اخواتي وعوض وكان اللي بنخط معانا هنا وندرس الغيط 16 في الدروس بقينا ندرس. الحمد لله ربنا كرمنا بعمل الباشمهندس الحاج عاطف نعمه والحمد لله. ربنا ما يحرمنا منه ويطول لنا عمره يا رب. يا رب يطول لنا عمره 100 سنه كمان. الحمد لله جبنا هنا وانبسطنا والحمد لله. جيتوا هنا ف استقرينا معاه في زرعته ان شاء الله وحلو جو ان شاء الله ربنا وحلو فينا ربنا يخليه. انا بحبه غلى عليا جو حياته. هو بيعزك قوي يا ابويا. والله هو جوه. بيعزك انت والحاج والله عندي اغلى من ابويا. بتكلم الصراحه. ربنا يخليكم لبعض. طب امال انا عايزه قبل ما اختم حلقتي عايزه نصيحه منك لكل ست دار بتتفرج علينا دلوقتي. لكل ست بيت تعمل زي ما عملت ربنا يرزقها تجيب وزه وتربي وتخبز عيش وببيع لبن وببيع جبنه وببيع زبده وعندي بهم بحلبها والحمد لله وبقوم وبوفر وببيع. بعمل يعني كل الزبده. تعمل كل حاجه ما تيأسش. لا مش تشتري حاجه من بره، مش بشتري من بره الاكل الطير. ببيع طير واجيب واكل اله منه فيه يعني الحمد لله. الحمد لله. وبخبز عيش وبعمل كل حاجه. الحمد لله بخبز عيش في الفرن في الليحة. الحمد لله. في نهاية لقائي بشكرك يا أمال. يا رب يخليك. وبشكرك على حسن الاستضافة. أستاذة نبيلة يا رب يخليك. الله يخليك. أستاذة عميل. أقول لها ربنا يجزاك الخير ويطول لنا في عمرها ويخليها لنا ويخلي لها عيالها ويسترها معها في الدنيا وفي الآخرة. أشكرها على تعبها وسقاها معايا وتربيتها في إخواتي معايا وتعبت معايا وساعدتني والولية مش بتسيب لي يعني أي مكان في الغيط معايا في البيت معايا. ربنا يجزيكي خير ويكفاكي في صحتك ويسعدك بعيالك وتفرحي بيه. كل سنة وهي طيبة ونجازيها يعني أمي ماتت ومش اعتبرنا أمي ماتت يعني كنا بنخش البيت كأنها أمي وبنجيب لها عيد الأم كأن أمي ونجازها كل خير وربنا يكرمها في عيالها يا رب. كتر خيرها وربنا يبارك لها في عيالها وعقبال ما تشوف لبنى الصغيرة ومحمد متعلمين وربنا يخلي عوض أخونا الوحداني ويعينوا عليه.
أتمنى لها كل خير، ربنا يسعدها ويخلي لها ابنها وتفرح بيه. أتمنى لها الصحة والستر، أحلى من أي حاجة في الدنيا. ربنا يطول لها في عمرها وتدينا فاتحة البيت ونخش عليها يا رب. أتمنى لها حياة سعيدة وربنا يكرمها في ذريتها. أتمنى لها تطلع عمرها. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج ست الدار، النموذج اللي كان معانا النهارده الابتسامه ما بتفرقش خياله، نموذج ما يعرفش الفقر، ما يعرفش الياس، ما يعرفش المستحيل، فقدت 3 من بناتها والابتسامه ما فرقتش خيالها، عاشت حياه مش كتير ممكن يتحملها وبرضه الابتسامه ما فرقتش خيالها، اشتغلت اجاريه في الارض مع جوزها ايدها بايده والابتسامه ما فرقتش وشها. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن احنا ناخد النموذج ده ونحتذى به في كل مكان. أتمنى أن كل ست دار بتتفرج علينا تتعلم أن مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها يأس، ومفيش حاجة اسمها عيب. المكسب بالحلال مش عيب، إيدي بإيد جوزي مش عيب، أربي ولادي بأي طريقة طالما صح وعارفين ربنا مش عيب، أساعد كل محتاج مش عيب، أحب الناس اللي حواليا هيحبوني. حبت إخوات جوزها واعتبرتهم إخواتها، بيتها مفتوح وكل أهل البلد بيحبوها. كل ست دار بتتفرج علينا، أتمنى تاخدي الحب سلاحك والعزيمة سلاح علشان تقدري توصلي ببيتك وجوزك وولادك لبر الأمان. مشاهدينا في كل مكان، استنونا الأسبوع الجاي في برنامجكم ست الدار. افصلوا الكهرباء وكل شكرتين كيماوي حطوا معاهم جركن تي اس يغذي زرعكم ويزود انتاجكم. ونجيبه منين؟ اجري انت وهو بسرعه على اقرب جمعيه زراعيه وهتلاقيه. كل سكاره نقص يعوضها جركن تي اس. مشروع الزراعه النظيفه من باينتك بضمان دكتور رضا النخراوي.